السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم هو 25 من أفريل الموافق للثالث عشر من رمضان. انتقل إلى رحمة الله المجاهد والحقوق علي يحيى عبد النور عن عمر تجاوز 100 سنة، وانضم علي يحيى عبد النور إلى صفوف حزب الشعب الجزائري ثم حركة الانتصار والحريات أثناء الثورة التحريرية، وهو من مواليد جانفي 1921 بتيزي وزو، وتم اعتقاله بصفته عضوا في نقابة المعلمين بعد الإضراب التي دعت إليه جبهة التحرير الوطني، ولم يتم إطلاق سراحه إلا سنة 1961. وبعد الاستقلال ترأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وانتخب في عضوية المجلس التأسيسي ليعين سنة 1965 وزيرا للأشغال العمومية ثم الفلاحة قبل أن يستقيل من منصبه سنة 1968. وبعدها بدأ علي يحيى عبد النور ممارسة مهنة المحاماة سنة 1983، ليؤسس في 1985 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المعترف بها رسميا عام 1985. وقد ظل المحامي علي يحيى عبد النور مدافعا عن خيار المصالحة وعدم الإقصاء السياسي، كما ساند الحل السلمي لأزمة العشرية السوداء. وألف المحامي علي يحيى عبد النور كتابين بعنوان الجزائر أسباب وحماقة الحرب الصادر سنة 1996، وكرامة الإنسان الذي صدر سنة 2007. وفي ديسمبر 2020 تم منحه جائزة حقوق الإنسان في الجزائر، رحمه الله وأسكنه فسيح جنته.